FM. الكلمة ليك. إيه؟ عبد ستار جريسة. عبد ستار جريسة لاعب منتخب الوطني. شنو حوالك عبد ستار؟ والله لاباس الحمد لله. باهي عبد ستار، هل عندك إضافة؟ سي أشرف دقيقة. عبد ستار، سي أشرف مازلت معانا؟ وي معك. تفضل عبد ستار. بإيجاز عايش خويا. والله أنا سي أشرف كنت نسمع في سي أشرف. السيد أشرف مصالح. السيد أشرف مصالح. إي. عزوني. يعني استغربت من كلام سي أشرف طرف، على خاطر هو قاعد يقولنا في أماتير وقاعد يقزم فينا. مش تقزيم، مش تقزيم. عبد ستار كمل بعد نفسر لك. كمل. إيه. لا احنا تو هو كيقول اعطيناكم وكل شيء، راهو اللي قالوا حما صحيح 350 دينار عطاونا. اي هو هذيك الامكانيات الموجوده. باهي يحكي على ال 200 دينار اللي عطاهولنا الوالي. أي. الوالي قال هذه من عندي اني خاطي الجامعه. اي هذيك منحه من عند الوالي. اي هذيك منحه من عند الوالي عبد الستار. اه هو قال خاطي الجامعه الوالي. ايش معنى اي؟ يعني هذيك منحه من عند الوالي خاطي هذاك الشخص. قلت له سهل علي حد الساعه. وما قال لي حدش بيه مغروب لاباس مكش لاباس حد شيء. ان شاء الله لاباس عبد الستار. مضروب انت؟ اي تضرب. اي مضروب. موند وعدى ب 350 الف اللي مدوهم لنا. باهي. باش تعرف يعني حاله راهي ماهيش عاديه. هذوما اسمع اسمعنا امين جو. باش يحكي لك على اوتيل الباهي. اوتيل نموت وكل شيء ونخرج نجيب مع 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 صحه خاصه خاصه باش ورات بلاش في صحه. خيرة الطب موجودين غاديكا كانت تضرب تشير بلاصه. علاش ما شفتهم بلوس تسعة انت في المنتخب الوطني؟ ابسط حاجه تسال محمد تسال عليه. تمشي للطب الرياضي، تمشي للطب الرياضي تنظم امورك. انا خويا عندي اسباب خاصه ويعرفها يعرفوني وجيت فيها لتروجي ولا ونكملوا ونكملوا ونظم امورنا وتبعات. يعني انا ما سالتش عليك. شو شو بس عليك مش بس عليه. عندك الكيني نتاعك، عندك ستاف تكنيك، عندك مرافق المنتخب يسال عليك الكليكا ويخرجوا لي رابور. انا ما عنديش فيك. ايه سامحني لك محمد، سامحني محمد. ستاف كامل غادي في الاوتيل باش تقدر لك تضرب بون دي بون كونديسيون. ومن بعد حتى كانت تضرب تجي تمشي الطب الرياضي في الشيء في الجهه نتاعك مجانا يعالجوك. كيما داويتو بلال بن سودا زاده. بلال سودا اموره واضحه جا وخذا. لا اموره ماهيش واضحه. احنا قاعدين نحكيو. لا لا بلال بن سودا انا توا كنت انا وياه وتوا عنده بريسك جمعتين يجري. باش ياخذ فلوس باش يداوي بهم خاطر الشهر كامل مضروب. قالك فما مصحه خاصه على ذمه المنتخب. اي المصحه خاصه هذيك، اما باش يمشي يشري الدواء. ما كلموا يا اخي كلمهم بلال بن سودا تواصل مع الجامعه. عنده ثلاثة ايام ولا ثلاثة اربع ايام يجري على الجامعه. انا راه كنت في السفر كلمني البارح قال لي حاجتي ورقه لي انا نلعب في المنتخب الوطني. اعطيناه ورقه صحه صفاء البارح بالذات باش هو يمشي كمان يعالج روحه. كان حقنا في فلوس ما عمرنا ما ردوا عليه. وعلى تقولنا كلينيك كلينيك مش يجي يسرق لك خلاص انت سرقها. كلينيك تحت ذمة العناصر الوطنية. كاب اف ام الكلمة ليك.